بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز الدكتور حمدون توري، السيد الرئيس، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتوجه بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الهام، والذي يعتبر من أحد المؤتمرات الهامة التي يعقدها الاتحاد الدولي. وأتوجه كذلك بالشكر لجميع المتحدثين والمشاركين في جلسات النقاش والحضور الذين جاءوا اليوم من أجل مناقشة وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا في مسائل تنمية الاتصالات حول العالم، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر تطورا في مجال الاتصالات بما يسهم في نهضة الشعوب وانتعاش اقتصاديتها. الحضور الكرام، يعتبر النطاق العريض فائق السرعة أحد الركائز الأساسية لدعم مسيرة الدول نحو بناء اقتصاد المعرفة والمجتمع المعلوماتي، وقد أثر النطاق العريض على أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأصبح العديد من المعاملات الحكومية والأعمال التجارية والخدمات الصحية والتعليمية تعتمد على تطبيقات البرودباند، وهو ما يؤشر على أن النطاق العريض يستحق دورا محوريا في استراتيجيات التنمية المستدامة. وتتفق حكومات العالم في أن إنشاء البنية التحتية للنطاق العريض وتقديم خدماته يلعبان دورا تمكينيا كبيرا في مختلف صور الاقتصاد الرقمي الحديث، كما يحفزان النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. فثمة العديد من المنافع من وراء توفير النطاق العريض، حيث يساعد في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، وكذلك يؤثر اقتصادا إيجابيا مباشرا وغير مباشر على الأفراد والشركات والمجتمع وعلى الدول النامية والدول القليلة النمو. وأود أن أشارككم هنا ماذا نعمل في دولة قطر بالنسبة إلى سياسة البرودباند. إننا في دولة قطر نؤمن أن توفير برودباند عالي السرعة وذي جودة عالية هو الأساس لخلق قطاع ابتكاري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي بدوره سيسهم في إثراء حياة الأفراد ودفع عجلة التقدم للأمام، كما يعد وسيلة أساسية لإحداث التغيير على مستوى الركائز الأربعة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي. ويترافق مع سعينا في دولة قطر لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدا عن النفط، والعمل على خلق اقتصاد قائم على المعرفة بما يعزز مكانة الدولة على المستوى العالمي في هذا المجال. فمنذ ما يقارب عقدا من الزمن، اتخذت قيادتنا الرشيدة قرارا بالاستثمار بقوة في بناء بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أفضل المعايير العالمية وبقدرات وسرعات عالية تضمن لقطر ما تحتاجه للتقدم. وانطلاقا من ذلك، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع الخطة الوطنية للنطاق العريض بمشاركة العديد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لتكون بمثابة ميثاق عمل متكامل وطموح لتطوير سوق النطاق العريض في دولة قطر. ويتمثل الهدف الأبرز لهذه الاستراتيجية في توفير خدمات نطاق عريض ذات جودة عالية وسرعة فائقة للشركات والمؤسسات ولكل مواطن بغض النظر عن مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتركز هذه الاستراتيجية بشكل رئيسي على جيل الشباب، بالإضافة إلى تدريب قوى العمل على التقنيات الحديثة وتعزيز مستوى الجهوزية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات العامة وأسلوب تقديم الخدمات الرعاية الصحية والتعليمية. ويرتفع الطلب على البرودباند في قطر كما هو الحال في جميع العالم، حيث شاهدنا العديد من التطورات الكبيرة على مدى الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك زيادة نسبة الاعتماد على خدمات النطاق العريض في المنازل من 41% 2008 إلى 80% خلال 2010،
ومن ثم إلى 85% خلال العام 2012، ومن خلال التطور المستمر الذي تشهده البنية التحتية وزيادة نسبة الإقبال على امتلاك الأجهزة الذكية، فهناك كذلك زيادة ضخمة في عدد مستخدمين خدمات النطاق العريض من خلال الهاتف النقال. وبينما يتوقع أن يستمر الطلب على البرودباند في الارتفاع، فإن مزودي الخدمة في قطر يسعون سعياً حثيثاً للاستجابة لهذا الطلب المتزايد، وتظل مسألة السرعة ومعقولية الأسعار للنطاق العريض الثابت والمتنقل وزيادة تنوع خدمات البرودباند ومستوى اعتمادها وموثوقيتها لدى المستهلكين من الأفراد والشركات لها أولوية كبيرة بالنسبة إلى مزودي الخدمة. وتعد الخطة الوطنية للنطاق العريض بمثابة خارطة طريق للتغلب على التحديات التي تحول دون نشر خدمة النطاق العريض في قطر. وتحدد الخطة 4 أهداف أساسية للإجراءات والسياسات التنفيذية يتم العمل على تطبيقها، وذلك من خلال التركيز على دعم المنافسة في السوق وضمان الإدارة الفعلية للموارد الناضبة ورفع الوعي الثقافي بأهمية النطاق العريض ومعالجة تحديات تبنيه بشكل شمولي، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من النطاق العريض من خلال توفير قدر أكبر من المحتوى الرقمي العربي والخدمات ذات الجودة العالية. في الختام، آمل أن يخلص هذا المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات والأفكار التي يمكن أن تعيننا جميعاً وخاصة الدول الأقل نمواً على تنفيذ وتطوير بنية تحتية للنطاق العريض في مناطقنا في مناطقها الريفية والحضرية، وتسهيل النفاذ إلى شبكات وخدمات النطاق العريض. وأتمنى لنا جميعاً مؤتمراً ناجحاً يوفر الفرصة للاستماع إلى بعضنا البعض والخروج باقتراحات وتوصيات فعالة تتم ترجمتها إلى سياسات وخطط عمل باتجاه لتعزيز تطوير قطاع الاتصالات بما ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية. فدعونا نتبادل الأفكار ونضع الحلول لبناء مستقبل مشرق للعالم. شكراً. شكراً. كلمة قطر.